انا كنت جزء من هيدي الثوره كلها. اللي ما بقدر اقوله احكيه طلعوا بالصور. تقريبا كل شيء صار بهيدي المدينه يلي انا بعيش فيها وجزء منها حاولت اني صوره، ان كان من تسكير طرقات، من قمع، من الجرافيتي، لكثير اشياء. كصوره الشاب اللي لاحق البنت يلي بده يضربها كان او يعتدي عليها، انا بعتبرها وحده من اهم الصور ونتاج هيدا النهار اللي كان كثير عنيف. اذا بدك كان الهدف فرجي الوضع على الارض قد ايه كان عنيف، كان بذات الوقت فرجي خوفه لهذا الشاب يلي هو بمحل فقير معدم، يعني هو متضرر كمان. اكيد الصوره فيها يعني فيها تغير كثير اشياء، فيها تسقط حكومات. هالقد مهمة الصورة. التظاهرات شيء عظيم، وهاي العظمة جاي أشوفها بوجوه وملامح الناس اللي جاي أصورها بساحة التحرير وبساحة الطيران وبالمتقدم، يعني الناس إنه حابة المظاهرات، حابة التغيير. أنا كمواطن عراقي اليوم شنو أريد؟ ما أريد ناطحات سحاب، ما أريد أنفاق، ما أريد جسور، ما أريد شيء واو. أريد وظائف، شباب تشتغل حتى تتزوج، حتى تكون أسر، تبتعد عن الفراغ اللي خلاها تروح للمخدرات، تروح للقهاوي. أريد شيء، شغل، خدمات، أمان، استقرار.